إذن الأسرة هي اللبنة الأساس، بصلاحها تنصلح الأمة وبفسادها تفسد الأمة. لا تستغرب من المولى عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المولى عز وجل لما يقول قوا أنفسكم وأهليكم بدأ بالأسرة، بدأ بالتكوين الأسري، وأهليكم نارا، يتبادر للذهن فورا أني نار الآخرة، وأنا أرى أن نار الآخرة لها مقدمات في الدنيا وهي نار الدنيا. لكن محاضرة قديمة أنا أسميتها اتقوا نار الدنيا، الناس كلها عم تحكي اتقوا نار، أنا أقول اتقوا نار الدنيا. لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن في الدنيا، يعني في المقابل يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يصلح لدخول جنة الآخرة. في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يصلح أن يدخل جنة الآخرة. ما جنة الدنيا؟ جنة معرفة الله، الأنس بالله، عبادة الله، مناجاة الله، القرب من الله، الارتباط بالله، التعلق بالله، هذه جنة، جنة جنة. نحن على لذة لو علم الملوك بها لجلدون عليها بالسيوف. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس محادث وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. جنة لا يشعر بها إلا الذائقون أيها الأحبة، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. هذه ليست نوع من المغالاة أو الشطح أو التهيلات أو تخيلات، هذه حقيقة يذوقها القريب من الله، يشعر بها المتآنس بالله. فإذا كان في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يصلح لدخول جنة الآخرة، في الدنيا نار من لم يطفئها لا يمكن أن ينجو من نار الآخرة. لا تتجاوز نار، نار الدنيا. فالمولى ما يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنا أرى مباشرة أنها نار الدنيا قبل نار الآخرة. إنها نار الشهوات، إنها نار الهوى، نار الملذات، نار التيه، نار الضياع، نار التفكك، نار التصدع، نار الغفلة. هذه النار التي تحرق الناس ما بين شهوة ومتعة ولذة وشبهة وضلال وانحراف وجنوع. أليست هذه نار تحرق أجيال الأمة، تحرق أبناءنا، تحرق أسرنا في الليل والنهار، تحرق هممهم، تحرق قيمهم، تحرق أهدافهم النبيلة، تحرق تطلعاتهم السامية، تحرق حتى إيمانهم بذاتهم، تحرق إراداتهم. أليس هذا ما نراه من الأجيال التي عم تظهر في بلاد المسلمين؟ أجيال مغسولة الدماغ، أجيال غرقت في ترف الحياة ومباحاتها ولهوها من حلال أو حرام، أجيال لا تفكر بالأمور العظيمة ولا بالقضايا الكبيرة ولا بمصير أمتها ولا بسير مركب بلدانها إلى هاوية ما بعدها نجاة، أجيال تلعق العسل المؤقت وتغني والطوفان من كل جانب يعني يسير نحوها لإغراقها، ومعاول الهدم تعمل فيها ليل نهار. هذه أجيال محروقة أيها السادة، هذه في نار، نار حقيقية. ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة، هذه نار. ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة، الحر يعرف ما تريد المحكمة وقضاتها قد أهدروا سلفا دما. لا يرتجي دفعا لبهتان رماه به الطغاة، المجرمون الجالسون على كراسي القضاة.